هناك شاب في مقتبل العمر يهدد أباه بالانتحار مقابل تزويجه بعشيقته. أين هما العشاق الأصليون؟ كان هناك في عين المكان مراسلنا في أخبار المنسية. كان هناك راب غوبال فارما. ربي قبل المسخوطه تقيل لي الافلام الهنديه انا مربي شاشي كابورا ولد اليهود تحلف الف عون غير خرجوا عليك افلام باليهودي الاخر يا لقيتي ضحكه في الدوار هنايا الشداغ ما يقوس لان تريتها باليهودي الاخر بيضحك فيا عباد الله انا مضيع كنضيع لها الولد تودي صاحبي وجهي بغاكا والله ما زدت نطيح عمك دود انزلها باليهودي الاخر انزل ضحك فينا الدوار انزل طلبطي عمك دود انزل الاخبار الناس يتفرجوا فيه انزل من تما انا باقي المحب يطرو سميه انزل 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 يا حرق جيت نبوك انزل انا نزوجك سميه انزل من تما ويلي وحدي ويلي مع من انا انزل من تما وجاب المسخوط الاخر انزل 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 عندك الاول لا عنق ينعفجني انزل انزل على عنقي حرق بامك هذه تامر الناس قدامين لها راسها وحنا الحضي والبدر كرجلك هافا بابا يا سوسه دابا خصنا نلوم حرق بامك حرق بامك الناس قدامها على راسها ولد الحرام نوب يحرق بامك نوب خصك عاد تجوج خصك عاد تجوج بس انت تيكوزي قدر تجوج ونشوفها زواج ديالك زيد لي ينقص بلي سومية راه لي نحرق في خاطره زيد خصك سومية من هنا إلى هناك إلى السيد محمد بن الفريات كان معكم هو النيث محمد بن الفريات من أخبار المنسية.